طيب، النهارده انطلقت جلسات الاسبوع الخامس في الحوار السياسي للحوار الوطني، وعقدت لجنه مباشره الحقوق السياسيه وتمثيل انيابي جلسه لمناقشه قانون مباشره الحقوق السياسيه، كمان عقدت لجنه المحليات جلسه لاستكمال مناقشه قانون الاداره المحليه. هي نعرف تفاصيل اكتر من النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل الوطن ورئيس الهيئه البرلمانيه للحزب بمجلس الشيوخ. سياده النائب، اهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذة. كيف كان النقاش حول قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ الحقيقة النهاردة اليوم كان جميل هادي، لأن القانون عليه إجماع. أنا بتكلم على مجمله، الحقيقة ما كانش فيه انتقادات لهذا القانون، مش من مستقبل، أنا بتكلم من جميع الأحزاب أيا كانت. في بعض الحاجات الصغيرة، الاقتراحات الأول كنا بنتكلم فيها في القانون في تعديل بعض العقوبات، ودي حاجة طبيعية يعني، إنما مجمل القانون من القوانين اللي الاختلاف عليها قليل قوي أو ما فيش اختلاف. إنما طبعا تم المناقشة برضو في عملية المشاركة السياسية عموما، هو ده مش داخل في القانون قوي، بس النقاش وكده، وكل أدلى برأيه في كده على المشاركة. انا رايي الحقيقه برضو ان المشاركه دي حاجتين، يعني دايما ناس تقول لك طب دلوقتي الاقبال على الانتخابات قليل وكتير، هي بتبقى مقسمه لحاجتين. في اوقات بيبقى في حشود جامده قوي، اما بتبقى ما بيبقى البلد الناس حاسه انها في خطر، بتطلع او عارفه صوتك، زي ايام ربنا ما يجيبها، ايام الجماعات اللي عدت مش ترجع ان شاء الله، كنت هتلاقي المجتمع منقسم، الكل اللي عاوز ينزل انتخابات يدي صوته ليه، انت حاسه ان صوتك بيعمل حاجه جامده قوي ساعتها فرقه. ده نوع. النوع الثاني انه هنلاقي دايما بالدراسات او في العموم ان اغلب الاصوات اللي بيبقى فيها كثافه انتخابيه بتبقى دايما في القرى وفي المناطق اللي فيها احتزاز انتخابي، هتلاقي دايما بتقل في القاهره، بتقل في اسكندريه، بتقل في العواصم، انا بتكلم على العموم. ده وضع طبيعي على فكره، مش وضع، لان دايما الانتخابات في القرى الانتخابات بالنسبه لهم بتمثل مع وجود العائلات، مع الترابط الاسري، مع ترابط القرى مع بعضها. تلاقي بيقول لك مثلا انا واقف مع ابن قريتي، ومش بس ابن قريتي، واوقات ابن يعني فعلا كده، غير بتبقى في القاهرة. ده جزء. الجزء الثاني برضو لازم نقول ان النشأة السياسية في مصر لازم بيبقى فيها تعديلات، ونرجع زي بقول زي زمان، برضو زمان كان في شوية حاجات صغيرة بتتعمل، المدارس دايما كان بيبقى فيها سياسة من نوع المدارس، يعني انا بداية حياتي السياسية وانا صغير قوي رئيس فصل وبعدين رئيس اتحاد مدرسه، انا بتكلم على عموم، رئيس فصل دي كانت بتخلي الطالب وهو صغير وهو في اولى اعدادي بيكلم اللي جنبي يقول له انا نازل، طب اديني صوتك، طب رشاد، بتخلق حاجتين، بتخلق كوادر وبتخلق للباقي اللي حتى ما عندوش استعداد من هو صغير، ما بيحبش حته الترشح، بتدي له حته المشاركه، ان انا شاركت بصوتي نجحت صاحبي، عملت ايه؟ الكلام ده لازم من المدارس الحقيقه يبتدي يبقى فيه نعم عنايه خاصه بيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. سياده النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل الوطن ورئيس الهيئه البرلمانيه للحزب بمجلس الشيوخ.